بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعي الرابع الناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8. نصبح عليكم بالخير طبعا في هذا اليوم الخميس 25 رجب لعام 1436 هجري الموافق 14 مايو لعام 2015. تقبلوا تحياتنا من التنفيذ التلفزيوني معنا هاجر، من الأخبار معنا زهير، وكذلك من الإعداد معنا علي عبد العزيز ويعد الغتر، تصبروا عليه شوية. وفي الإعداد والتقديم أخوكم يعقوب يوسف العوض، ويا مرحبا بكم ويانا. وطبعا نتمنى أنكم تقضون وقت ممتع معنا من الآن وحتى الساعة الواحدة مساء. وطبعا راح نستقبل مكالماتكم على 600551610 ورسائلكم النصية القصير للسمس نستقبل على 7009 على الشبكتين طبعا اتصالات ودو. إذن لما علي جهزنا مكالمة نأخذكم في جولة سريعة في أخبارنا وصحفنا المحلية لهذا اليوم. ولا في مكالمة علي؟ زين، مركب سماعة براشد ومجهز نظارة براشد. تسمع يا براشد؟ تقول يسوي مقلب في الريال. زين، نقول ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أخوي، الله يبارك فيك. بخير إن شاء الله. أتصبح عليكم بس وعندي ملاحظة صغيرة على برنامج كان. أول شيء قصلي على صوت الراديو الله يخليك، وسمعنا من التليفون. منو معي عزيزي؟ معك عيسى بن خالد. عيسى بن خالد؟ نعم. تفضل يا أخ عيسى. أنا عندي ملاحظة بس على برنامج كان عندكم على الراديو. نعم. وعم بيوزعوا جوائز لهي شركة بدون ذكر أسماء الله يخليك، شو الموضوع؟ أوكي. ربحت جائزة وتواصلت مع الأشخاص حتى استلم الجائزة وخبروني إنه على الراديو ما عطاهم الإذن بالأسماء. ما فهمت. يعني أنا اشتركت بالراديو وربحت جائزة من عندكم. زين. وسلموني الورقة الجائزة وأعطوني رقم الشركة اللي لازم أنا أتواصل معها لأخذ هذه الجائزة. فتواصلت معهم أكثر من مرة وخبروني انه اخر شيء انه من الراديو ما اعطون اسماء الرابحين، لا يعطونا الجوائز. مستحيل. متى ربحان انت؟ هذا الحكي ممكن 4 أو 5 شهور لورا، وانا صراحه طنشت الموضوع. انا عملت الموضوع ما اتبعت، قلت ما خلص ما بعد وده. الغلط منك يا طويل العمر. على العموم نحن بنوصل رقمك. انا اخر مره كلمته قال لي هيك وما حبيت احكي على الراديو يعني. زي فالك طيب يا عيسى، بنشوف بنعطي الإدارة هنا رقمك موجودة بنشوفها. عندي حتى الورقة اللي أنا ماخذها من عندكم من فرعكم بدبي. هي بس لهم قوانين ترى، ولهم أنظمة في حال أن مثلا الجائزة كملت فترة معينة مثلا ما حد سأل عنها. لا أنا اتصلت معه مباشر، اتصلت معه تقريبا على فترات منيحة ويقول لي هو نحن بس تجينا الأسماء نحن من نتصلكم، وما حد اتصل، كل فترة اتصل له. آخر شيء قال لي ما ودوا لنا الأسماء فما اتصلت. إن شاء الله يا عيسى فالك طيب. ماشي مشكور. حياك عزيزي، حياك. شوف عط رقم الياسمين الله يخليك، هل تتواصل تشوف شو مشكلته بالضبط. يا أخي المساند مال ليد هذه لعوزتنا فضحتنا، شو نسوي الحين؟ زين شو براشد يلس كذا؟ ها ما في شيء. ها زين، المهم حلو كمل. عطنا مكالمة. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية أخي أبي يوسف. ويعافيك أستاذي. الله يخليك يا رب. معك عبد الحميد. تفضل يا أخي عبد الحميد. الله يزيد فضلك. أخي أبي يوسف، أنا شاب سوري عمري 27 سنة، فصارت عندي مشكلة وما قدرت حلها، فلذلك يعني لجأت لكم إذا تقدروا تساعدوني. تفضل يا عبد الحميد قولي بسرعة. أخي أبي يوسف، أنا متزوج هون ومقيم بالبلد صار لي زمان، يعني صار لي 8 سنين، بس الحين صارت عندي مشكلة وبيني وبين كفيلة وجوازي محجوز على مبلغ من المال وقنصل. أنا عمل عمال صار لي 3 شهور، عفوا صار لي شهر ونص، ولازم أقنصل هجرة وجوازات وما قادر أجيب جوازي، ما عم حصل يعني حدا يساعدني. حاولت إني أتسلف كثير، ما حدا سلفني. كم المبلغ عبد الحميد؟ 5000 درهم. زين عبد الحميد، اذا في حد بيساعدك ان شاء الله بنتواصل وياك. الله يعطيك العافيه. حياك رزي. حياك. طول عمرك. زين نقول الو
الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ يا مرحبا يا اخوي، تفضل. صوت الراديو الله يخليك او التلفزيون عندك الله يخليك. زين ما عليه بطلع شغل. زين الغالي انا عندي شكوى حق البلديه، متصل كم الحين كملت والله. منو معاي؟ معك احمد سالم. من وين يا احمد سالم؟ عمر. شو الموضوع يا احمد سالم؟ والله اخوي طول لي بعمرك، هني بجاري مشتكين على بنايه، بجاريهم كرمت كله برا. وحين كملت يمكن 15 يوم وانا ساير. وين وين البنايه؟ في اي منطقه؟ بستان قدام مسجد البدوي. زين شو قالوا لك البلديه؟ كل يوم قلنا اخوي بنطرش لك واحد، بيونك الصبح بيونك العصر، يتصلون فيني ولا احد. يا والله لين الحين. من متى هذا الكلام؟ والله الحين كملت يمكن اسبوعين. اسبوعين. مشكلة المجاري كلها برا والله. من البناية زين اخوي احمد ولا من منو؟ من البناية بنفسها يعني، كلمنا الناطور البناية، كلم راعي البناية، ما سوى لنا سالفة. قلت البلدية تعطيهم مخالفة يا اخي وتحل المشكلة. شو المشكلة والله ما يعني؟ بتواصلوا وياهم بتشوفونه بتسوي خير والله. ان شاء الله فالك طيب يا احمد. اوكي يعطيك العافية. حياك يا اخوي. حياك. ما في قوانين معينة حق البنايات هذه يعني؟ يا اخي حلق حرر عفو حلق لا حرر المخالفة وانت حل المشكلة وحط عليه مخالفة. يعني الحين هو مثلا مو بطايق يسحب المجاري، مثلا مو بقادر يجيب له تناكر من اسبوعين الموضوع هذا. السماعة ما دش في راسي. لا لا خلاص خلي اليوم هذا عقب ما ناخذ الفاصل. يوم بناخذ الفاصل. الو الو هاي ظني ما تشتغل. الو ايوه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك؟ الحمد لله. يا طيب بالنسبة لهالجسر اللي جاي من طريق الزيد. أول شيء من معي يا أخوي عفوا؟ أبو محمد. من وين يا أبو محمد؟ والله من الزيد، لأنه أنا دريور على التريلا. أيوة قول أبو محمد. طريق الزيد اللي جاي باتجاه الشارجة عند الصجعة جسر 7 يعني مهلك بنوب خالص رايح. وكل يوم يسوي حادث. يعني هذا السبق ابو محمد صدق حد من الاخوان بعد من قائدي المركبات او الشاحنات هذه اتصل وتكلم، ويوم تواصلنا مع الجهات المعنيه يقول لك في احلال للطرق هذه كلها وفي شبكه طرق جديده، فشويه تتحملون يا ابو محمد. انا عارف والله المعاناه وتمليك الساعات وهذا الله يعينكم الصراحه. لانه قاعد نضطر نسير بسايد ال السيارات التجاوز. ايه التجاوز. ايه والله. يعني وان شاء الله بيحل. ان شاء الله. شو زي ابو محمد انت من خلال وجودك شو الحل اللي تقترحه؟ شو اللي ممكن يعني انت تمر على هالشارع وانت سائق شاحن وتقعد مع سائقين، شو الحل اللي ممكن يسوونه؟ حل مؤقت؟ والله هل يكون في شارع بديل مثلا ترابي او غيره مثلا؟ شو ممكن يسوون؟ لا 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 ما في، ما يجوز شارع بديل ترابي لانه يعتبر تقاطع. هو جاء الطريق جاي العابر، هو زين ما من الصجعة باتجاه العابر باتجاه دبي ومن الزيد باتجاه الشارجة، ما يجوز ما في طريق. طيب شو الحل يعني؟ شو الحل؟ الحل بس الحدايد هاي اللي بالنص تنشال. بالنص بس الحدايد هاي او ترميم شوية بس لبين ما يضبطونها. ترميم لشو؟ ترميم للجسر بس الفتحات. ولا انه اتجاه انه حل انه بيه طريق ترابي او طيب ترميم الفتحات هذه شو راح يسوي؟ هذا بس انه الحدايد رايحات، مو بيه فتحات بالنص، فرزات فرزات بنص الجسر رايحات الفرزات الحدايد بنوب ومهلك. يعني الطرف السيائر صغار اوكي، بس الطرف الشاحنات الكبار مهلك بنوب، نضطر نسير بسايد السيارات الصغار عشان انه ما ناكل المطب القوي يعني. ايوه يعني يا ناكل المطب القوي يا نهدي بنوب نمشي على مهل تصير زحمه خير الله. عندي الله يخلي لنا اياك، عندي موضوع ثاني من شي جمعتين بس حاولت اتصل كثير بس ما صار تواصل. الله يزيد فضلك. بالنسبه للرساله اللي طرشت من موبايلي مشان الكلية ما كلية وهاي، أنا أعتذر خير الله يعني
من هالأسلوب اللي صار. طبعا صار بالغلط رسالة من هاتفي يعني. اللي هي شو أنا بيع كليتك؟ وأنا بالحمد لله، أنا الحمد لله لا علي دين لا هنا ولا سوريا، وأنا الحمد لله شغال. كيف صار موضوع هذا الكليات؟ الموضوع صار تليفوني بيج شخص ما هو اللي طرش الرسالة؟ وصار غلط يعني، وحاولت أتصل من خميسين بس ما حاولت أحكي مع أبو راشد الموضوع، حاولت إنه أفسر لك يا أنت يعني. لا لا يا أخوي أنت مش محتاج تفسير، لكن رسالة كانت بأسلوب أبدا أعتذر مش حلو يعني. أعتذر لا لا أعتذر يعني أعتذر، أنا آسف وأنا أعرف الشيء هذا محرم، والحمد لله أنا ما بحاجة يعني. جزاك الله الحمد لله، الله يزيدك إن شاء الله من فضله، والله لا يحوجك إن شاء الله لحاجة. الحمد لله طبعا كله بخير وفضل هالبلد علينا يعني، فضل الحمد لله سبحانه وتعالى. الله يديم العز والأمان بي يا رب. آمين يا رب العالمين. الله يخليك إياك وأشكرك أشكرك أشكرك علي. الله يحفظك يا محمد، الله يخليني إياك. حياك حياك. طبعا الدور السادس. الأخ أحمد سالم تراجع. الأخ أسامة في الدور قلت لي السادس، هي الدور السادس في مبنى البلدية صح، مال المجاري قسم عجمان للصرف الصحي. عجمان للصرف صحي، وقدم شكوى هناك وإن شاء الله بيتابعوا لك الموضوع يا أستاذ أحمد سالم. ويتريونكم على فكرة الحين، تواصلوا ويانا فهم في انتظارك. انزين، موضوع بيع الكلية في أحد الأيام، في أحد الأسابيع، في أحد الحلقات اللي كنت أقدمها، والله ما أذكر متى، من كم من أسبوع طبعا، جت رسالة بهالطريقة أني أنا والله محتاج ومستعد أبيع كليتي للي بيشتري الكلية. فأنا ما عجبني الكلام طبعا، وعلقت على الرسالة، وتعليق يمكن كان شوي قاسي يعني، ما في داعي لاستخدام بما معناته يعني، ما في داعي استخدام لها الأساليب يعني. فمسكين أبو محمد الظاهر حد ما أخذ تلفونه ومطرش رسالة من تلفونه، فيعتذر الأخ وهو مسكين ما له أي ذنب يعني مسكين. والله يعين ساقين شاحنات. موضوع الشاحنات عندك شيء عنه؟ موضوع الشارع هذا السبق أن حد تكلم عنه، فالله يخليك إذا في رد من قبلهم، لأن يقولون في حلول. فيمكن ساعات أنا كمهندس أو أنا كاستشاري أو أنا كمتخصص في الطرق حتى يعني نظرتي تكون ضيقة مهما يكون يعني. هذيل اللي مرتادين الطرق بالذات سايقين الشاحنات يلسون يحللون الشارع يعني، يشوفون يقولك والله لو سووا فتحة من هنا مثلا ممكن تخف الزحمة، لو صلحوا هذا ممكن تخف الزحمة. فناخذ اقتراحاتهم يعني بعين الاعتبار، بحكم أنهم هم دائما موجودين في الطرقات هذه وهم دائما يعانون من الزحمة هذه. صوت شو هذا؟ شو السالفة؟ زين نقول ألو. ألو ألو مرحبا. مرحبا أخوي. هلا والله. لو سمحت أنا عندي ثلاث أيتام. منو معي أول شيء؟ معك أم محمد. من وين يا أم محمد؟ من رأس الخيمة. تفضل يا أم محمد. هي لو سمحت أخوي شو، أنا عندي ثلاث أيتام، واحد من عندهم ذوي احتياجات خاصة. مواطنة أم محمد؟ لا عراقية. زوجي هني توفى أثناء العمل. زين. زين. كم صار لك في البلد عفواً أم محمد؟ من البلد من زمان، حوالي من 10 سنين. زوجي توفى من 6 سنوات. إنزين وأنا عندي شهادة جامعية، والله ما تم مكان ما أدور فيه على شغل يعني، بس إني أدور على مكان إني أداوم بس فترة واحدة عساس الفترة الثانية أهتم في عيالي وإني أروم أعيشهم. أول كان أخوي يصرف علي، وأخوي بعد توفى الله يرحمه ويغفر له. يعني لا عندي إيجار ولا عندي كهرباء. عفوا على السؤال، بس زوجتك كيف توفى؟ توفى أثناء العمل، كان يشتغل في الكسارات في المواد الإنشائية ورجعت عليه سيارة وتوفى. وأخوك؟ أخوي في العراق توفى. أخوي في العراق كان يطرش لي كل شهر والجمعيات الخيرية، الحمد لله وعايشين. بس الحين حتى أخوي توفى، وهذا ولدي مريض علاجه في الإمارات يعني، والله لو ودي العراق يموت، وعندي التقارير وعندي الأوراق وكل شيء، أنا بس أبي شغل، ما تم مكان ما قدمت فيه. شو تخصصت أم محمد؟ أنا معي قانون، بس معي سكرتارية ومعي وايد عندي شهادات، وايد درست. خ...
خارج الإمارة ممكن تطلعين؟ أطلع مو مشكلة، إني عايشة عيالي بس وما يقطعون علي الكهرباء كل شهر، بشتغل أي مكان بس يكون مكان محترم. عارف أنت الوضع؟ لا مش عارف، قولي لي. لا قصدي إنه بس يكون مكان محترم، يعني مو بهالمكاتب اللي تنصب علينا تعالي اشتغل وعقبها حسب العمولة حسب أنت كيف تميلين الزبين الزبون عفوا حسب ما هذا. ترى هذا يعني أي وظيفة في الجريدة قاعدة تصل عليها، حتى دريول اتصلت. شو سبب عدم رجوعك للعراق؟ ولدي مريض، ولدي يتعالج هني. بعدين حتى لو العراق لا عندهم عم لا عندهم خال لا عندي مكان أعيش فيه، وانت عارف الأوضاع. لا أنا ما أنا ليش سألتك هالسؤال؟ لأنه وايدين يطرحون هذا السؤال، يعني يقولون مثلا إنه ما عندها معيل ما عنده هذا، فأنت عند السبب في المنطقة تقولين إنه عندي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وما يقدر يعني يرجع هنا كذا. أنا جيت الإمارات من كم سنة عشان هالولد، جيتنا الإمارات سبحان الله عشان علاج هالولد، لأن ما إلى علاج هناك، تقارير وأوراقه كل شيء موجود. على العموم أم محمد والله ما أدري شو أقولك، أهل الخير يسمعونك وأصحاب الشركات كذلك يسمعونك وأصحاب المكاتب يسمعونك، فإذا حد عنده فرصة وظيفية تعيشين من وراء أنت وعيالك وبالذات الطفل هذا، كم عمره هذا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة الحين؟ صف ثامن. صف ثامن ما شاء الله. شو نوع الإعاقة اللي عنده؟ هو عنده تشوه خلقي، لما انولد كانت المثانة خارج، ما عنده مسالك بولية نهائي، كله صناعي، يعني الحين نسحب الإدرار منه سحب ويلبس بامبرز. لا الحين يمكن أجرى 11 عملية شيء ولسه قدامه بعد، يعني لين هالعمر يلبس البامبرز. الله يعافيك. كله نسحب، عنده فتحة في البطن، كلياته تعبانة. الله يعافيه والله يجرك إن شاء الله. على العموم أم محمد مكالمتك على الهواء، حد بيساعدك عنده وظيفة عنده غيره، فإن شاء الله متواصل وياك. والله حياتي. ما حابة غير إني أدفع إيجارهم واحتياجاتهم وبس، لين ما الله ييسر أمره. مأجورة إن شاء الله يا أم محمد. جزاك الله خير. حياتي يا أختي، حياتي. شكرا لك. حياتي. زين نقول ألو. ألو. مرحبا مرحبا. مرحبتين. هلا هلا. ألو. مرحبا مرحبا. هلا بالشاعر، هلا بالكعبي. مرحبتين أبو يوسف، كيف حالك؟ يا مرحبا بك عزيز وغالي. ما شاء الله ما غيرتني، ذاكرني بعدك. والله صوتك مميز يا الشاعر. الله لا والله حاشو ما عليك زود والله. عزيز وغالي. أنت اللي مميز، إحنا عدة تلاميذكم طال عمرك. لا وين نحن نتعلم منكم، أنتم الأساتذة، ولا تبغى تصغر عمرك يا الكعبي؟ والله لا بعد بالفعل صغير أنا تراني، لا تمشي على الكلام، على الكلام ما عليك منه. أنا أعطيك 28 27، ما أعطيك زود. إيه والله زين، جزاك الله خير. وياك إن شاء الله. كيف حالك طيب؟ عاد ما بطول عليكم والله، نحن بعد ترى يوم اللي نقطع شوي عنكم عندنا أشغال وهذي، ولا مش عارفكم زين وطيبة. ما تقول إلا زين يا الكعبي، قول. لا والله ما عليك زود يا طويل العمر. عزيز وغالي. جاتي كذا بسيطة على أساس إن ما نبغي نقطعكم يعني. قول يا طويل العمر. الله يطول عمرك. أقول أشوف بعض الناس ملتهية، تمور دنيا من غنى غالي، وقطعوا السيارات واليية وصار همهم جمع الأموالي، وقطعوا السيارات واليية وصار همهم جمع الأموالي، واستوت الأمور وقفية وانتين ما يسمعن بالأعدالي، ولو بغيت الصفة النية الناس مشتغلة ولا تسالي، ولو بغيت الصفة النية الناس مشتغلة ولا تسالي، الأموال صارت عندهم حية على كسبها قل وصالي، البعض يربع دون حاسية من حلال ولا حرام ما يبالي، همه يجمع أموال وفرية في البنك ورصيده يكون في العالي، مش مهم من وين الكسبية، لا حرام الساخرة والعمل تالي، المهم لف دنيا مارية رصيد لا ما يكون لا خالي، نسى وقته واللي سكن حية، البعض ما يشوف يوم يجمع الأموالي، الأموال صارت عقدة نفسية عند بعض ما أقول بالإجمالي، البيزات صارت عندهم سية، إذا خريت كأنها يوم لأهوالي، عزاو بيشوفها منه توفية كأنه متوفي حد من العيالي، أروح عليه لولا صابته كية، والبيزات باقية بخزنة المالي، خزن وتخزينه ما على نية، وين بتصير يوم السك الأحبالي، شوف عيني وعندي إدرية ناسين أموالهم صارت في الخالي، شوف عيني وعندي إدرية ناس أموالهم صارت في الخالي، جمعوها جمع عشوية وخلافة قاسموها ناس جحالي، ناس راحوا في الوقود الأولية ما شلوا عندهم حتى هريالي، يفتكري الإنسان لو شوية لا يكون همك جمع الأموالي،
افتكر يا الانسان لو شويه لا يكون همك جمع الاموالي، انت تجمع والسفر غيه، ما تدري متى بتشد لرحالي، لا يغرك وقتك وزيه، رزق عيالك عند الواحد العالي، هو يعلم صافي النيه ولا تضيق على المخلوق الامثالي. اخبرك خلي الامور طبيعيه ولا تحط على نفسك حمل اثقالي. ناصر سلطان شعبي، سلام طيب. نعم يا ابو سلطان جزاك الله خير، بس الناس كلها تجمع وتركض ورا الفلوس يا ابو سلطان. هذه عاد صارت، هاي ترى احنا الحين احنا نباع الامور هذه تخف شويه من ما تقول يعني، لا يصير همه هم الاموال. الدنيا استوت كذي يا ابو سلطان، الحين الانسان ما يحترم الا اللي عنده فلوس، الا اللي عنده منصب، الا اللي عنده جاه، الا اللي عنده عقارات، الا اللي عنده سيائر فخمه وارقام. فالدنيا تبى كذا، شو بتسوي انت الحين؟ ما تقدر تخالف. في واحد من التجار يعني الله يوالي نعم. الصحه والعافيه، ريال كبير نعم. فواحد من ربعي كلمه يعني يقول لي يا اخي ليش ما تريح، يعني ما شاء الله عليك عيالك كبار وعندك كل هذا الخير، ريح يا اخي خلاص، ما في داعي انك تشتغل وتتعب وكذا. ايوه قال لي شوف يا فلان، انت تدري ان هذيلا كلهم كل يوم الصبح يوني يحبوني على راسي ويحبون يدي. قال اذا وزعت الفلوس من بينهم خليتهم هم هذا بيفروني مثل ما يفرون كذا. الله شو نيته انت؟ شو هي قال ما حد بيسوي لي سالفه. وفعلا يا ما سمعنا ناس عقوا ابائهم وامهاتهم في دور العجزه وعقب ما اخذوا منهم الفلوس، ويا ما ناس ولفت فلوس حق العيال ويحاتي العيال مع الاسف يعني البعض. الحمد لله رب العالمين انهم من بعض مش كثر. لا بعض يا طال عمرك ناس تراها بيني وبينك يعني، ناس شايفه الاموال هاي بتفيدهم اي صح وسيله، لكن الاخره تراها بعد تبغى معليش منها، ما حد مقيد بالدنيا هاي كل الناس تروح يعني. والله شوف كلنا نركض ورا الفلوس ترى، واخر شيء نذم الفلوس ونقول وسخ دنيا. فاللي يقول وسخ، ففي ناس الحين يقول لك اللي يقول وسخ دنيا وي يعطيني اياه، مثل ما قال الشاعر طال عمرك يقول دنيا ما فيها ربح فايد، يقول دنيا ما فيها ربح فايد، كنا مسراحا وضيع، لو عطتنا مهل ورغايد ما قضينا منها حيه، والدليل لانها هذا الزايد في البشر ما ينوي الزيه. الله يرحمه الله، جزاك الله خير يا سلطان. حياك حياك يا ابو سلطان، سلم سلم على الربع، سلم عليه، سلام يبلغ يا طويل العمر، حياك. شو عندك؟ في عندنا موضوع وايد مهم، موضوع وايد خطير، وموضوع موضوع وايد شايك وكبير، فأتمنى أنكم تتابعوني بعد الفاصل. ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معكم. الآن عالم التسوق، المفاجآت والمرح العائلي في المولا بلازا، خيارات التسوق الممتعة لا تنتهي، انفق 100 درهم واحصل على فرصة ربح سيارة تويوتا يارس. معرض هدايا وأزياء 2015 في المولا بلازا من 30 من أبريل إلى 2 من يونيو 2015. المولا بلازا، ملتقى العائلات. وبالانتقال إلى حالة الطرق، كورنيش عجمان مغلق تماما بسبب شدة الازدحام على مطعم ومقهى نبع العراد. وأنا رايح ألحق طاولي. مطعم ومقهى نبع العراد في أضخم برنامج فني مع نجوم ذا فويس، ستار سعد، مراد بوريقي يا سيدتي ومولاتي، والنجم عمار خطاب. قالت لي اوعى تهتم إن شاء الله ما بتشوف الهم. أجمل الأجواء العائلية مع إطلالة خلابة على كورنيش بحر عجمان. مطعم ومقهى نبع العراد، شاطئ عجمان بعد كورال بيتش. للحجز 055-23-88-368 أو 06-74-77-455. مش معقول كيف بسرعة تحسنت أمور هالفريق بنص الموسم، ولكن يبدو حليمي رجعت لعادتها القديمة بهالشوط. كوتش وين صارت قهوة دانكن دونتس المتلجي؟ صاحبنا اللي بالعادة كان يدعمنا قبل كل مباراة تعرضت سيارته لدعم صغيري، هيك وصل. واو هالفريق فعلا قلب المعادلة بالشوط الثاني، مش بعيدة على هالحال يفوز بالبطولة. ايه أكيد، ولكن بوجود قهوة دانكن دونتس المتلجي. الرابعة والناس يأتيكم برعاية رويال للمفروشات، قيمة مذهلة كل يوم. بيزلاين، مستحضرات تجميل وعناية من مستحضرات النحل. مستشفى أوريانا، الرعاية الطبية بأرقى معاييرها. خليفة
نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعي الرابع الناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجب 7.8 ونرحب بمكالماتكم على 600-551-610 ورسائلكم نصي القصير للسمس نستقبل على 7009 للشبكتين طبعا صلات ودو ما خلوا شيء محطين مسوي دعاية حق العطر مسوين استيكر ومحطين داخل قطع صغيرة مثل الكلينكس هاي المطهر وفي عطر شم ريحة العطر حبيت تشتري صار اشتري فشوف سبحان الله يا أخي هذا القطع أنا أول مرة أشوفه زين نقول ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أخوي يا مرحبا أختي تفضلي من معي وياكم سيف من الشارقة تفضلي يا أم سيف كيف حالكم عساكم بخير مرحبا بك علي قال في موضوع خطير وموضوع مهم وهذا أنا ما أدري شو السالفة الصراحة بداية أشكركم على هالبرنامج الطيب شكر لله الله يطول لي عمرك بس في موضوع هو مش يعني هو خطير طبعا هو خطير ما بأنه يعني شيء بسيط بس أني أنا أدور حل هذا الموضوع مش أنا بس أعتقد كل ولية أمر وكل أم تدور حل هذا الموضوع الموضوع اللي يطول لي عمرك موضوع احنا ما بنقول موضوع البويات اللي في المدارس اللي حاصل الحين هذا موضوع جديد مش انه موضوع جديد والعنف اللي هو الحين قاموا يستخدمونه ويا الطالبات انا عندي بنت في مدرسه من مدارس الحكومه من مدارس الدوله امس الكلام تعرضت للضرب من طالبه مثلا ضربته في المدرسه ام سيف انت وين اول شيء انا في الدوام في الدوام جاي تمشين تركضين شو لا لا انا متوتره من الصف ما علي الله يخليك هدي شويه اذكري الله صلي على الرسول عليه الصلاه عشان لان الانسان ما يقدر يجمع شيئين في وقت واحد ما يقدر يكون متوتر وما يقدر يكون وما يقدر يركز فانا ما ابغيك تقولين شيء عقب تندمين عليه او يكون كلامك ناقص ما تقولين شيء تندمين عليه انك ما قلتي لا ان شاء الله ما يكون في كلام فان شاء الله لا من ساعات الانسان في عجالة وهو معصب ممكن يقول نحن ساعات تصير معانا وساعات نحن نندم في أشياء ما نقولها ترى نندم أن نكون مرتبكين مثلا ما قلت يا ريتني قلت كذا يا ريتني قلت كذا فالتركيز شوية هدي أعصابك ما في شيء إن شاء الله أول شيء البنت بخير لا الحمد لله نحن سوينا لك الفحوصات أمس والحمد لله رب العالمين أن هي يعني كان عندها رضوض بس ما بأن يعني إصابات بليغة والحمد لله رب العالمين زي. بس نحن ندور حل حق هاي المشكلة أنت في مجال تربوي يا أم سيف هي انا تقريبا مش انه مجال تقريبا حلو زين فنحن ما بيايين الحين احنا جايين نبغى نعالج هاي المشكله ما نبغى نحن هم هذا كلهم بناتنا سواء هاي البنت او بنت ثانيه او اي بنت في المدرسه هم هذا كلهم بناتنا نحن نحن ما ودنا حق اي بنت من البنات ان هي تتعرض لا للضرب ولا لل ولا حتى للتهديد ولا حتى لاي شيء لكن انهم ان يعني منو مسؤول انا ابغى اعرف منو المسؤول عن انتشار هاي الظواهر إنزين وشو الحل للحد من هاي الظاهرة؟ خنزين سؤال أنا يعني نحن نبغي حل نحن ما عليه عفوا في كلام مع احترامي للجهات للهيئة التدريسية مع احترامي للمنطقة مع احترامي لكل الموجهين والمعلمين والمدرسين في هاي البلد لكن إذا أنا عندي ظاهرة في مدرسة من المدارس كيف أني أنا أحد من هاي الظاهرة؟ هي في مدرسة واحدة بس إذا في مدرسة واحدة من المشكلة هينة لا يعني أنا إذا أتكلم عن مدرسة أنا هي طبعا في كل المدارس على فكرة هاي الظاهرة في كل المدارس إحنا حين لا لا نحن ما بعشان نعمم لك ما عليه أنت قلت إحنا ما نبغي يعني يحصل منا خطأ أو نحن نتكلم في غلط أو شيء أنا عندي رسالة بس حبيت أني أنا أوجهها أن ليش ما يكون هناك تدريب أو بما معناه يعني وجود مرشد أو مصلح أو يعني ولا حد من دائرة من شؤون الأوقاف في المدارس أو أنه إيه يعطيهم كل أسبوع أو كل شهر محاضرة دينية اللي هي تساعد على زرع الوازع الديني في قلوب البنات هاي في قلوبهم هذه البنات محتاجين احتواء محتاجين حد يتكلم وياهم محتاجين حد يساعدهم محتاجين حد يمكن في بنت يعني سبحان الله غلطت أو أنه لازم تبغى حد يوجهها زين عفوا ام سيف اسمحي لي على المقاطعه شو اللي صار معك انت بالذات انت خلينا الحين انت وليه امر
وطالبة طيب. وعايشة طيب. مع هذه البنات أو شافتهم وتعاملت معهم وتعرضت للأذية منهم. خلينا في بنتك طيب. أنت عقب بنفصل. طيب بنتي أنا في مدرسة حكومية طبعا في إمارة الشارجة. البارحة يعني اتصال الظهر تعالي بنتك شوية في مشكلة في المدرسة. خذت صرت المدرسة ودخلت المدرسة جزاهم الله خير. الإدارة هم مقصرين وكلهم خواتنا وصراحة هم يعني يشوفون ولي الأمر شو ما مقصرين هم يعني هم كلهم خواتنا وعزاز فينا. صرت المدرسة دخلت المدرسة حصلت البنت طبعا ضربة عند حلجة المطرور فيه طبعا الدم ينزل من حلجة وفيها رضة في صبعها وفيها رضة عند عينها أعطنها بكس على عينها وفوق رأسها وارم هني ورمة ويعني وصبعها واحد تقريبا في رضة. دخلت المدرسة وين البنت اللي ضارب البنت قالوا البنت احنا خلاص وقعناهم على تعهد هي وابوها وروحت البنت. شو أبو عفن زي شو الموضوع بالضبط؟ الموضوع أن هي تمشي في ساحة المدرسة هذا كلامهم هم في ساحة المدرسة وفي من بنت غالبا من الطالبات الظاهر أن فيه نقل كلام تعرف بنات بعضهم ما بعض يتكلمون. فليش تقولي لي هالكلمة؟ ليش قلتي لي كذا هالكلمة؟ كلام بسيطة يعني أنت تعرفتي على كل يوم تعرفي لك على وحدة يعني من هالكلام اللي قالت أنا بنتي أنا. بس يتا على طول في ويهات تشاجرت وياها حاولت أن هي تضربها ضربتها طيحت على الأرض حطت لها راسها دقت لها راسها على الأرض ثلاث دقات لما راسها ارتفع الضغط عند البنت 44 على 85 في المستشفى كنا لين الساعة تقريبا 7 المغرب وفي تقرير طبي بالموضوع هذا. قالت البنت والله المشرفة قالت لي مريم بعد هي قالت له كلمة يعني قالت لأن يعني بما معناه أن هي غلطت عليها. طيب البنت ليش تغلطين عليها؟ ليش تقولين حق البنت؟ عقب ما قالت لها قالت لي أنا قالت لي عقب ما ضربتني وأنا تميت أصيح وصيح قلت لها الكلمة يعني هذا الكلام بعد الضرب. شو الكلمة؟ قلنا ما لي خلاص كلمة سيئة يعني؟ قالت لك هي كلمة سيئة يعني عقت عليها كلمة قالت أنا حرجت وقلت له وطبعا أنا عاتبيت على الموضوع ليش تكلمينها كذا ما تتكلمين عيب مهما كان كذا كذا وحاولت أني أنا أحل الموضوع في المدرسة بشكل ودي وعفى الله عما سلف وخلاص واعتذروا البعض وكذا كذا كذا الموضوع. زين وين موضوع البوية في الموضوع يا أم سيف؟ البنت اللي متعرضت لها بالضرب البنت شوية شخصيتها يعني مثل ما تقول شخصية يعني شو أقول لك أنا رجالية وبما يعني ما أعرف إني أنا أحكم على بنت الناس ولا أتكلم في حقها بعد أنا ما أقدر ما أرضى يعني. نحن ما نقدر نقول هاي موضوع اعتداء في الضرب خلاف ما بين طالبتين وصار بينهم ملاسن وصار بينهم اعتداء بالضرب ما نقدر نقول إنه موضوع بوية لأن عفوا أم سيف معليش يعني أنا معاك نحن أي ظاهرة مفروض نناقشها مفروض كذا لكن طريقة المشاجرة حتى لو مهما حصل بين الطالبات مهما حتى لو بتكون طريقة المشاجرة بالإيد أو صفعة أو كذا أو ما علي هاي مثلا طريقة عادية ما يخص طولة العمر اليوم في حريم أنا بقول لك في حريم متزوجات وعندهم عيال وكذا يقطعون الريال تقطيع هل معناته هذه بويه او مسترجله او غيرها لا 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 ما عليه نحن نقول الحرمه والريال غير والطالبات في المدارس واذا بقول لك نسبه يا ام سيف اعطيني نسبه كم نسبه البويات في المدارس والله انا ما عندي نسب صراحه يعني ما نقدر نقول هذه ظاهره يا طويله العمر ما نقدر نقول هذه بس هذه ظاهرة اخوي هذه ظاهرة منتشرة معليش في بعض المدارس عندها احصائيات بهذا الشيء انت انسان متعلمه وفاهمه صحيح. نحن نقدر نقول عن شيء ظاهرة بدون ما تكون عندنا أرقام ونسب وإحصائيات. لا لازم تكون عندنا نسب وتكون ممتاز. عندنا إحصائيات. هل المدرسة صحيح. تقول هل المدارس تعتبر هذه ظاهرة؟ لا المدرسة ما تقول هذه ظاهرة. عفواً إذا المدرسة بين 500 600 400 300 طالبة إذا ما سوت إحصائية على الأقل تكون 3 4 حتى لو 5% إنزين وما اتخذت صحيح. الإجراءات معناته المدارس ملامة ووزارة التربية والتعليم ملامة وكل المناطق التعليمية ملامة. صح ولا لا؟ المدارس المفروض يكون في استنفار. طيب المدارس تقول احنا عندنا قوانين ونطبقها على 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 جميع الطالبات احنا ما نقول فلان وفلان هل وفلان هل, هل هل اليوم انا كطالب ادخن في المدرسه او ارتكب ممارسه او افعال خاطئه او البس اللبس اللي اباه وبالطريقه اللي اباها ربي شعري مثل البنات احطي روج اسوي وادخل المدرسه هل المدرسه تقدر تقول لي والله انت على كيفك؟ لا ليش؟ لأن 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 هذا ينعكس على الطلبة الباجين نفس الشيء مدرسة البنات إذا هي كانت عندها أي سلوكيات تدل على أنها هي مثلا بوية مثل ما قلتي لازم بيبين قصة شعرها لبسها طريقة مشيتها معاملتها مع البنات اعتدائها على البنات نحن عارفين البويات هذه لا لهم بيئتهم الخاصة يعني ما نبغي نتطرق لها ولكن ما نبغي نتطرق لكن راح يكون في استنفار في المدرسة نفسها ما عليه وإذا كانت وحدة ثنتين راح يستأصلونهم على أساس ما يعدون البنات الباقيات نحن هذا اللي نحن ندوره الحين ونبغي نحن نبغي هذا الشيء إن نحن أنا كإدارة إذا أنا عندي حالتين أو حالة أو عندي ثلاث حالات
انزين اني انا احاول هاي الثلاث حالات اني انا اتخذ وياها الاجراءات. ممتاز. من اللي قالش ان المدارس ما تتخذ هذه الاجراءات؟ ما عليه تتخذ اجراءات. اجراء شو الاجراء اللي تتخذ وياهم؟ ما انا ما ادري المفروض مجرد ما يشوفون هذا مرض عباره عندها صح ولا لا؟ انا احنا شو نقول؟ فلازم انا استأصل هذا المرض او اعالجه او اوجهه للجهات المعنيه. الجهات المعنية أو أني أنا بدوري كأرشاد كنصح كيف أني أنا أقدر أحد من هاي الظاهرة بس فقط لا غير. أنا نحن ندور العلاج الحين ما يعني ما علي بغض النظر أن هي ضربت أو ما انضربت. أنت الحين لا مشكلة. أنت الحين فلنفرض الحين أنت حكمتي من طريق الضرب أن هذه بوية. والله عادة شو بقول لك الحين من طريق هي من طريقة الضرب يمكن ما بحكم عليها إنها بوية. هذا الحكم يعني من المدرسة روحها. المدرسة قالت إن هاي بوية. البنت ما المدرسة ما أنا ما بغرد على المدارس ولا لا تقول لي والله أنت تكلمتي على المدرسة وأنت قلتي على المدرسة. لا. البنت هاي هذا من حكم الطالبات الموجودات في المدرسة من حكم البنات الموجودات عليها. ليش المدرسة إن ليش ما اتخذت إجراء ضد هذه البوية؟ والله زي ما اتخذت اجراء هذا يعني شيء راجع للمدرسه اذا كانت هاي مش راجع مش على كيفهم. عفوا يعني انا مع احترامي الشديد لكل الادارات المدرسيه، الادارات المدرسيه هاي مش بيوتهم، هاي هاي مدارس. انت انسانه مؤمنه هنا صح ولا لا على هالطالبات وعندك اجراءات معينه وعندك تعليمات معينه. انت اليوم كمديره مدرسه اذا جيتي فصلتي طالبه او مثلا وبختيها او طلبتي علاجها او عرضها على اخصائي نفسي او غيره او غيره، ما في لا منطقه تعليميه ولا وزاره راح تلومك. صح. انزين في ملاحظه ثانيه، دقيقه بس اسمعني لو سمحت. الحين نحن بالنسبه للمدارس، بعض المدارس خلينا لا نقول بعد كل المدارس، نقول بعد انت تردين على المدارس، بعض المدارس يوم تدخل المدرسه شو تشوف؟ المدرسه الاداره منفصله عن شو؟ عن ساحه المدرسه. الاداره كامل يعني الحين انت المدرسه تكون طبعا على شكل مثلا مربع. طيب الاداره تكون بين وبين ساحه المدرسه باب. طبعا هي مكتب الاخصائي، مكتب المديره، مكتب المكاتب يعني الخاصه بالاداره. طيب في باب او بابين مسكرات مثلا هني. طيب البنت مثلا في ساحه المدرسه امس انضربت، او البنت اللي قبلها او اللي قبلها انضربت البارحه في الساحه هذه وصرخت وتلموا عليها البنات وتلموا عليها كذا لين طافت اذى ما ادري مطاف عليهم وشافها كانه وصاروا بلغوا الاداره ودخلت البنت ثيابها كلها خايسه من الدم وكذا كذا كذا كذا. ليش الاداره صح موجودين، لكن ليش هذا السور هذا او الباب اللي مسكر بين الاداره والمدرسه؟ عفوا احنا كنا ندرس مدارس ما كانت مسكره الاداره، البيبان المديرات كلها مفتوحه ما في باب. ما في حاجة. ممكن تعطينا اسم المدرسه؟ لا ليش اعطيك اسم المدرسه؟ نبغي نتواصل وياهم، انت ترمسينا الحين نبغي نعرف. انا اتكلم عن ظاهره، انا ما ابغي لا اسيء لا للمدرسه ولا اللي موجودين في المدرسه ولا للاداره. المدرسة بس عفوا انت الحين تتكلمين نحن نقول في هناك في خلل عن طرف واحد في حد من البنات، على الاقل حد يعالجه. كان الله غفور رحيم. ما نبغى شيء ثاني. جزاك الله خير. ما نبغى شيء. حياك الله. حياتي امس. حياك الله. السلام. انا اقدر يمكن ام سيف من فعله لان بنتها تاذت او انضربت، بس بعد وفعلا يعني نحن ما نقدر بعد نستوي مثل نعام ندس راسنا في التراب. اليوم في موضوع اللي هو انتشار بعض الظواهر السلبيه والسلوكيات الخاطئه، ويمكن في رسائل هنا تقول لي والله بسبب المسلسلات الهابطه وغيرها. اليوم انت ما تروم تلوم المدارس ولا بتلوم المسلسلات ولا بتلوم رفقاء السوء ولا بتلوم التلفزيون والبرامج الثانيه ولا بتلوم الغزو الثقافي اللي حاصل ولا بتلوم برامج الأطفال ولا بتلوم التفكك الأسري اللي حاصل ولا بتلوم الأم ولا الأب ولا المجتمع. ما بعرف أنت تلوم منه، بس هي ظاهرة مو بظاهر عفوا حالات فردية موجودة، ولكن لازم نعرف كيف نعالجها. في متخصصين معينين هم اللي يعالجون الحالات هذه، قد تكون حالة صحيحة. يعني أقصد أن في منهم الحين ما أبغى أفتح الموضوع وأتوسع، أرجع أقول هذا نحن قرينا فيه وسمعنا فيه كلام كبير، اللي هو في بعض الناس هذيل عندهم خلل هرموني، فهذا موضوع ثاني وموضوع كبير. لكن اللي اكتشفوه من خلال دراسات طبعا معظمهم مسألة تقليد أعمى لا أكثر ولا أقل، بسبب مثلا وجود حرمان معين في البيت، بسبب كذا، فهي تحاول أن تمارس هذا السلوك. وهذيل ينقسمون لعدة أقسام على فكرة. فنحن أولا وأخيرا نقول الأساس من البيت يعني مهما يكون. يقول خل الحرمة ترمس ما تعرف تناقش تراك. جزاك الله خير. ما أعرف أناقش أسوي، ما أنتوا يعيبكم يوم حد يثير مواضيع بس كذا مجرد الإثارة. أنا سألت أسئلة منطقية، أنت كيف عرفتين للبنت بوية؟ شو هذا وشو هذا؟ ما في جواب. طيب هل أرضى على إدارة المدرسة؟ معناته عندنا خلل نحن في المنظومة التعليمية. هل أنت ترضاها على المدارس؟ ماذا نحن نتكلم عن مدرسة واحدة معناته في المدارس كلها؟
اطلب منها اسم المدرسه ما طاعي تعطيني على اساس اتواصل الى المدرسه اعرف هل هي بويه ولا مش بويه. يمكن احنا اذا سمعنا اداره المدرسه الكلام يتغير 180 درجه. فما ما ما اذا انا ما اعرف فجزاك الله خير يا اخوي. شو بقول لك يعني خلي الحر ما ترمس. ليش ما ترمس انت زين؟ اتصل فيه الله يخليك. لا لا خلي خلي يطلع يعلق على الموضوع. لا لا خلي يتكلم هو ابغى يتكلم على الموضوع. هو خلي يرمس عقب الاخبار بناخذك. ما عليه بنتصل فيك تفضل تكلم خذ قول اللي عندك. على العموم موضوع وايد كبير. موضوع طبعا محتاج لاعاده نظر محتاج لعلاج محتاج لاخصائيين نفسيين تربويين اجتماعيين يتجمعون. مفروض في اخصائي اجتماعي في المدرسه مفروض يصنف الحالات هذه سواء عند الذكور او عند البنات. يلاحظ اي سلوكيات خاطئه تطرا على هذيلا يحللون. مفروض في ملف لكل طالب حالته الاسريه وهذا وهذا اللي نعرفه. نحن يسوون استبيانات تراهم يعرفون انه كم دخل الاسره الاب والام منفصلين ولا مو منفصلين يشوفون حاله الطالب يشوفون لبسه يشوفون. هذا اللي نعرفه نحن. المدارس تتابع الامور هذه لكن في خطوه بعدها طبعا ان اذا اكتشفت ان هذا الطالب عنده خلل نفسي مفروض انا اعالجه طالب او طالبه طبعا مفروض اعالجه مفروض اخاطب اهله مفروض اذا اهله عندهم مشكله مفروض اتواصل ويا الشرطه. لان اعرف ان في مدارس يشوفون بعض الطلبه او طالبات عندهم مشاكل يضطرون ان يتواصلون ويا الشرطه عشان يتواصلون وياهم حتى يحلون المشاكل هذه. فالمسائل ما عادت مثل قبل يعني الحمد لله في اهتمام. ولكن اهم شيء اي باب ادق وين الجهه اللي الجا لها ومن اللي مستعد يتعاون ويعطيني من وقته علشان انه يحل قضيه اسره معينه. ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معكم. هنا الرابعة أخبار العالم من 107.8 FM راديو الرابعة. السلام عليكم ورحمة الله. بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة القمة الخليجية الأمريكية تعقد اليوم في منتجع كامب ديفيد الرئاسي الأمريكي. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يسبق المباحثات بتأكيد التزام بلاده إلى جانب حلفائها ويحذر من إيران. التحالف يتحدث عن خروقات حوثية للهدة الإنسانية في اليمن ويرد بضبط النفس. واليمن يحمل طهران مسؤولية أي حادث ينجم عن رفضها تفتيش سفينة تابعة لها متوجهة إلى الأراضي اليمنية. الجيش السوري وحزب الله اللبناني يقولان إن قواتهما سيطرت على تلة موسى في منطقة القلمون. في الاقتصاد دولة الإمارات الأولى إقليميا في تطور رأس المال البشري حسب مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي. اقتصادية الشارقة تكرم شركائها الاستراتيجيين وناتج الإمارة يتجاوز حاجز 80 مليار بنمو 8%.